شهدت أسواق النفط ارتفاعا تزامنا مع بدء اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك وشركائها في اوبك بلس سعيا الى خفض الانتاج في ظل أزمة تفشي وباء كورونا. واعلنت المنظمة في تغريدة بدء الاجتماع التاسع الاستثنائي بين وزراء اوبك ونظرائهم في الدول غير الاعضاء، علما ان الاجتماع ينعقد عبر الفيديو بسبب تفشي فيروس كورونا. إذن ينضم إلينا من مدينة دالاس في ولاية تكساس الخبير الدولي في شؤون الطاقة السيد أنس الحجي. سيد أنس، أرحب بك معنا على سكاي نيوز عربية. أبدأ معك بهذا التفاؤل الذي رفع من أسواق النفط خلال هذه الفترة، يعني هل ينتج برأيكم عن هذا التفاؤل أيضا نتائج إيجابية أو قرارات ملائمة للظروف الحالية في اجتماع أوبك بلس؟ هذا يصعب التنبؤ به لأسباب عدة، لأن هناك نفط لا يباع في الأسواق بسبب الانخفاض الكبير في الطلب العالمي على النفط، فكم من هذا الطلب الذي لا يباع سيكون متضمن في التخفيض؟ بعض الآراء تقول أنهم إذا قاموا بتخفيض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا فأنه سيتضمن هذه الكميات، كما أنه سيتضمن الكميات التي تم إغلاقها خاصة في أمريكا الشمالية، وبالتالي فإن تأثيره على الأسواق محدود جدا. أما إذا كانت الكمية كبيرة ونحن نتكلم على 15 مليون أو أعلى فسيكون لها تأثير مباشر في الأسواق إذا كان هناك تخفيض حقيقي وليس تلاعب في الأرقام من بعض الدول. طيب يعني سيدي، الولايات المتحدة الأمريكية لا تبدي ربما استعداد لقرار بخفض الإنتاج، ولكنها كان هناك تصريحات لمسؤولين سابقا قالوا إن هذا سيحدث تلقائيا دون تدخل من الحكومة، ما الذي يعنيه ذلك؟ نعم، أول أمر، حكومة ترامب ليس لديها أي قوة قانونية لإجبار المنتجين الأمريكيين على التخفيض. النفط الأمريكي مملوك ملكية خاصة وسواء من قبل الأفراد أو الشركات، وبالتالي ليس هناك أي قوة للحكومة الفيدرالية أن تجبرهم على ذلك. الولايات أو بعض الولايات مثل تكساس وأوكلاهوما لديها قوانين تستطيع أن تستخدمها، وهي قوانين قديمة واستخدمت من حوالي 100 سنة، يمكن استخدامها الآن لإجبار المنتجين على تخفيض الإنتاج. المشكلة الآن أن في الماضي استخدموا الحرس الوطني ولإجبار المنتجين على مغادرة الحقول، الآن هذا يتطلب قيام الحاكم بتبني نفس الفكرة، وفي الجو السياسي الحالي وفي ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي هذا أمر صعب جدا أن يحصل. طيب يعني يبدو أنه إعادة توزيع أعباء خفض الإنتاج في مجال النفط يعني معضلة، لماذا برأيك لا يوجد هذا التوافق بين منتجي النفط؟ ربما لتشابك المصالح. نعم، هناك أولا ثلاثة أمور صعبة جدا يناقشها الاجتماع حاليا. الأمر الأول هو أن إذا قررنا أن نخفض الإنتاج، هل نبدأ بناء على إنتاج شهر إبريل أم شهر فبراير أم معدل الربع الأول بالكامل؟ الحسابات تختلف اختلافا كبيرا بناء على ذلك، وهذا محور خلاف كبير. لذلك عندما صدر خبر عن اتفاق روسي سعودي ارتفعت الأسعار، لأن هذا أحد المحاور الأساسية للخلاف. الخلاف الثاني أننا عندما نتكلم عن التخفيض ماذا نعني بالتخفيض؟ هل قيام الولايات المتحدة وكندا بتخفيض الإنتاج قسريا يمكن حسابه في التخفيض؟ هل تخزين النفط يعتبر تخفيض؟ هل نتكلم على الإنتاج أم نتكلم على الإمدادات؟ فهناك مشكلة في تعريف التخفيض. الأمر الثالث وهو خلاف أساسي وهو فترة التخفيض، هل فترة التخفيض هي لمدة 60 يوم 90 يوم 120 يوم إلى آخر العام؟ هذا خلاف آخر وخلاف كبير، لذلك الأمر صعب بغض النظر عن اختلاف المصالح التي ذكرتها. طيب طبعا يعني بعض الدول أغلب الدول أرجأت إصدار القوائم الخاصة بأسعار النفط الخاصة بها انتظارا للانتهاء في هذا الاجتماع وما سيتم التوصل إليه، يعني بخلاف النقاط المختلف عليها التي ذكرتها سيدي، ما هو السعر البرميل النفط الذي سيكون مرضي بالنسبة للجميع يمكن التواصل أو التوصل إلى اتفاق بشأنه؟ أول حاجة، أهم شيء في أي اتفاق، مش في اتفاق أوبك، في أي اتفاق، هو تحديد الأهداف في البداية وأن يكون العمل على شيء يمكنهم السيطرة عليه.
هم لا يستطيعون السيطرة على الأسعار، وبالتالي الهدف ليس السعر في هذه الحالة. ما يستطيعون السيطرة عليه هو كمية الإنتاج التي ستؤثر في المخزون. لذلك الهدف هو مستوى المخزونات، ليس الآن ولكن في النصف الثاني من العام وفي عام 2021. أي أهداف أخرى لا يستطيعون السيطرة عليها تفشل الاجتماع وتجعله اجتماعا فاشلا. موضوع الأسعار هو خارج النطاق حاليا. المشكلة الآن أنه حتى لو خفضوا الإنتاج فإن الأسعار ستبقى منخفضة ولن ترتفع بشكل مرضي لمنتجي الصخري أو لترامب، ولكن على الأقل أحد فوائد الاجتماع الأساسية هي فوائد سياسية، لأن قيام دول الخليج بالتخفيض سيمنع الإدارة الأمريكية وسيمنع مجلس الشيوخ من مهاجمة السعودية ودول الخليج بأنها هي السبب وراء انخفاض الأسعار. طيب، يعني أيضا هناك نقطة أخرى، وكالة فيتش لتصنيف الائتمانية كانت قالت وعبرت عن أنه حالة النزول الكبير لأسعار النفط ستدفع على الأرجح تصنيفات سيادية لدول مصدرة ولكنها أضعف ماليا للانخفاض. يعني هل أوبك ستأخذ بالاعتبار هذه النقطة؟ هذا أمر صعب جدا طبعا، هذا ليس من مهام وزراء الطاقة. هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للدول، ولكنه مشكلة أكبر بالنسبة للشركات. نحن الآن في شهر إبريل، في شهر إبريل ومايو ويونيو يبدأ التصنيف وتبدأ دراسة شركات الوضع الائتماني لشركات النفط الصخري، وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة لهم حاليا وقد يؤدي إلى إفلاس البعض. طيب، نتمنى على كل الأحوال أن يتم التوافق على قرار مرضي للجميع. شكرا جزيلا لك من مدينة دالاس في ولاية تكساس، الخبير الدولي في شؤون الطاقة سيد أنس الحاجي.